أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الحرمة المؤبدة والمؤقتة من حيث جواز المصافحة؟ الحرمة المؤبدة مثل الأم والأخت والعمة والخالة، تحرم عليه بالنسب، هذه حرمة مؤبدة. أما الحرمة المؤقتة وكذلك أم زوجته وكذلك بنت زوجته، هذه حرمة مؤبدة بالنسب أو بالصهر. وأما الحرمة المؤقتة مثل أخت زوجته، عمة زوجته، هذه حرمة مؤقتة إذا طلق زوجته حلت له أختها أو عمتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل: والمصافحة لا تجوز لمن حرمتها مؤقتة، لا تجوز لأخت زوجته أو عمة زوجته. نعم.